تجاوزات على الأنهر اللي تمر بالأراضي الزراعية، هناك تجاوزات من قبل مواطنين بردمها والبناء يعني عليها، هناك تجاوزات يعني مياه المجاري صارت عليها، هناك تجاوزات بالبناء على حافات الأنهر فهذه شلون يتم معالجتها؟ أيضا التقديم لمسألة كري الأنهر شلون تكون الآلية للتقديم إذا مواطن يريد يكري الأنهر؟ بصراحة بالنسبة للكري التطهيرات مديريتنا مستمرة ونسبة الإنجاز وصلت إلى 40% في كري كافة أنهر المحافظة. أما بالنسبة للتجاوزات المجاري هاي مشكلة بصراحة، احنا رفعنا أكثر من 25 دعوة قضائية على المستشفيات وعلى مديرية المجاري وعلى، لأنه هاي صار عندنا هسه إيرادات قليلة مو مثل قبل. نعم. فالمجاري تأثر على على المياه، هي تؤدي إلى تلوثها، فرفعنا عدة قضايا والمحاكم يعني مستمرة. أما بالنسبة للقضاء أبو الخصيب أكو تجاوزات، وإحنا يعني أكو تنسيق ويا الحكومة المحلية لرفع هذه التجاوزات، ولكن هذه يعني تجاوزات مشكلة بصراحة. يعني قد ما نقدر نحد من هذه التجاوزات، وهذا كمديرية موارد مائية إذا ما تتكاتف وياها الحكومة المحلية والقوات الأمنية ما نقدر نرفع هذه التجاوزات، لأن التجاوزات صارت يعني بأعداد هائلة. صحيح. بالنسبة يعني مثل ما سألت حضرتك إنه أي مواطن يقدر يقدم على كري الأنهر؟ أي مواطن إذا نهر نفع عام، أي مواطن يقدر يقدم طلب، إحنا ندرس الطلب ونطلع كشف وبعدين نرفع الطلب مع المواطن المديرية الصيانة اللي هي مسؤولة على تطهير الأنهر ونطهر إليه. لكن هناك عقبات، تعرفين الحفار البرمائي خاصة باب الخصيب، إذا المواطن باني كونتليفر ومخلي جسر بالنهار يعني صعب تدخل الحفارة، احنا بهالحالة شو نسوي؟ لازم ترفع التجاوزات من قبل لجنة التجاوزات بالمحافظة حتى نقدر يصير عندنا انسيابية عالية لتطهير الأنهار. ولا يعني نفشل في تطهير بعض الأنهار.